السلام عليكم متابعين قناة فيروس يونيكس، حلقة جديدة معاكم أخوكم من السيت، وإن شاء الله الشباب مكملين في كورس الباش سكريبت. بس حلقة النهاردة مرتبطة بكورس سي اتش بتاع الهاكر الأخلاقي، مرحلة جمع المعلومات الانفورميشن جاثرينج الفوت برينتنج اللي احنا اتكلمنا عنها باستطلاع. وضحنا إن احنا إزاي بنجمع معلومات من أدوات من برامج من مواقع بنستفيد منها، في إن احنا نجيب الأي بي الدي إن إس مثلا، معلومات حساسة عن الويب سايت، عن الشركة اللي عاملة الموقع، حاجات زي كده. بس دايما أنا كنت بشرح لكم حاجات ناس تانية اللي مبرمجاها. طيب من خلال كورس الباش سكريبت احنا هنتعلم النهارده ازاي نبرمج سكريبت يجمع معلومات من المواقع، زي مثلا الاي بي هات. يعني هنديله احنا نظام ليست هنعملها بالاي دي ان اس، اي مثلا دومين www.google.com virus7x.com youtube.com، هنبدا ان احنا نقول له كذا 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 وهو يجيب لي الاي بي هات اوتوماتيك. هنعملها بسهوله جدا بطريقه سهله جدا، وهوضح لك معلومات كثيره جدا هتستفيد منها بشكل كبير في جمع المعلومات من خلال الباش سكريبت، وان انت تبرمج السكريبت بتاعك بنفسك. فعشان وقت الفيديو يلا بينا نبدا ان احنا نروح للجهاز بتاعنا دلوقتي. في حاجة عاوز اوضحها لكم الاول، احنا هنحتاج حاجة اسمها ال W get، دي بتسمح لك ان انت تسحب الاندكس بتاع اي صفحة ويب. هنبدأ ان احنا نعمل sudo بعد كده apt dash get install W get، تمام بالشكل ده. تمام، هنبدأ ان احنا ندوس على انتر، هيطلب مني الباسورد، هبدا ان انا اكتب الباسورد بتاعي وادوس على انتر، هيبدا ان هو ينزلها. طبعا انا منزلها قبل كده بس بوريك هتنزلها ازاي. طيب نزلناها، خلينا نعمل كلير بالشكل ده. عاوزين نستخدمها، عاوزين نجيب صفحه ويب مثلا بتاعه جوجل، هنبدا ان احنا نعمل امر دبليو جيت بالشكل ده، وهنبدا ان احنا نقول www.google بالشكل ده، google.com بالشكل ده. تمام، هندوس على انتر، هيبدا ان هو يسحب لي الاندكس بتاع الصفحه دي، وقال لي ان هو حفظ لي الموضوع كله او الصفحه كلها في ملف تكست اسمه index.html. فانا عشان افتح الملف ده هفتحه مثلا بالكات، الملف اسمه index بالشكل ده .html html، وهنبدا ان احنا ندوس على انتر، هيبدا ان هو يفتح لي الملف زي ما احنا شايفين. دي كده نظام صفحه الويب بتاعه جوجل. طبعا هو بدا ان هو يسحب لي الصفحه وبدا ان هو يعرضها لي بسهوله جدا. طيب فدي الاستخدامات بتاعه wget. طيب لو عايزين مثلا نستخدم ان احنا نعمل مثلا نظام سكريبت او نظام ملف نص كده بسيط، لسته بسيطه كده فيها مجموعه من المواقع، عاوزين نسحب الاي بيهات بتاعه المواقع دي، ولكن بطريقه تانية بان احنا نبرمج سكريبت ان هو يروح على الليسته دي، يبدا ان هو ياخد كل اللي في الليسته دي ويعمل سحب مثلا للاي بي بسهوله جدا. احنا عشان نجيب الاي بي في الباش بشكل دايركت ممكن نعمل بينج، ممكن نستخدم حاجات تانية مثلا، بس احنا في الباش بنبدا ان احنا نعمل هوست بالشكل ده، هوست، وبنبدا ان احنا نقول مثلا www مثلا جوجل دوت كوم بالشكل ده. تمام، هوست الموقع على طول. هنبدا ان احنا ندوس على انتر، هيبدا ان هو يقول لي جوجل دوت كوم هاز ادرس، ويبدا ان هو يجيب لي الاي بي بتاع جوجل. اي موقع تاني نفس النظام، يعني مثلا لو جيت اقول لك مثلا جيميل مثلا بالشكل ده دوت كوم، فهيجيب لي هنا الاي بي بتاع جيميل. طيب لو انا بقى عندي ملف تكست والملف ده فيه اكتر من دي ان اس، ده كده اسمه دي ان اس اللي هو جيميل دوت كوم، ده كده دي ان اس او دومين. فلو عندي اكتر مثلا من 10 20 30 دي ان اس، هل كل واحد هعمله يدوي كده؟ ما ينفعش اعمل سكريبت ان هو وظيفته ان هو يعمل لي الخطوه دي، سهله جدا وهنتعلم ازاي نعملها دلوقتي مع بعض. خلينا اول حاجه نعمل بالنانو ملف تكست هنسميه مثلا دي ان اس. تمام، طيب الملف ده هيبقى تكست. طيب تمام جدا، الملف ده هنكتب مثلا فيه www مثلا جوجل بالشكل ده .com. تمام، طيب هنكتب فيه برضو www مثلا جيميل بالشكل ده .com. تمام، بعد كده هنبدا ان احنا نزود مواقع ثانيه زي كده مثلا. طبعا عشان وقت الفيديو انا بقص الحاجات دي في المونتاج. طيب حطينا المواقع بتاعتنا، فليكن ان هم 10 20 30 موقع، حط زي ما انت عايز. دي كده نظام لسته تكست، هنبدا ان احنا نعمل كنترول اكس، هنبدا ان احنا نخرج منها، حط بس الدومين وسيبها زي ما هي. لو عملنا ال اس هنبدا ان احنا نلاقي اللسته دي ظهرت عندنا اللي هي دي ان اس دوت تكست. تمام، طيب دلوقتي احنا عاوزين نستخدمها في سكريبت تاني. السكريبت ده هنسميه مثلا اي بي، يعني بحيث ان احنا نجيب بيه الاي بي. هنبدا ان احنا نعمل نانو بعد كده اي بي دوت اس اتش. تمام، ده سكريبت باش بسيط. طيب دلوقتي احنا عايزين نعمل نظام سكريبت بسيط وظيفته ان هو يروح للليسته دي اللي هي ملف التكست، ياخد كل الدومينات اللي فيه، يجيب الاي بي بتاعهم. تمام، زي ما احنا شفنا هنبدا ان احنا نفتح صفحه جديده كده، تاب جديده. لو قلنا مثلا هوست بالشكل ده مثلا www.google بالشكل ده دوت كوم. تمام، هيبدا ان هو يجيب لي الاي بي اللي احنا شايفين ان هو مشترك دايما كلمه هاز ادرس، بعد كده بتلاقي الاي بي. فاحنا هنستخدم الكلمه دي، اول حاجه هنعمل فاريبل، الفاريبل ده هيساوي، نبدا ان احنا نعمل علامتين التنصيص ونبدا ان احنا نقول
احنا لو جينا نفتح الملف اللي هو بتاع الدي ان اس هنفتحه مثلا بالكات عشان نعرض الليسته اللي فيه بتاعه الدومينات. هنبدا ان احنا نقول كات تمام، ممكن نحط امر عادي يعمل حاجه جوه منها يعني، ده اللي عايز اوضحه لك. الدي ان اس تمام، الدي ان اس دوت تي اكس تي تمام، هتفتح حالي. طيب بعد ما تفتح حالي خلاص كده هنبدا ان احنا نقول فور. فور ايه؟ فور مثلا الدي ان اس تمام، ان اللي موجوده جوه الفي تمام. ابدا ان انت دو تمام، هتبدا اول حاجه ان انت تعمل لي ايكو بالشكل ده وهتطلع لي الدي ان اس تمام. تمام دي ان اس بالشكل ده، بعد كده خلاص ده انا مش عايز منك حاجه، احنا نجرب بس على السريع. وهنبدا ان احنا نجرب هنعمل باش اي بي دوت اس اتش تمام. طيب زي ما احنا شايفين كده المفروض ان هو طبع لنا الليسته اللي اساسا لو عملنا ال اس فهتلاقي عندنا الاي بي دي وهتلاقي الدي ان اس دي. خد بالك بقى هنا لو عملت الامر تحكات بعد كده الدي ان اس دوت تي اكس تي بالشكل ده فهيجيب لي نفس الكلام. فاحنا كده عرفنا السكريبت بتاع الباش اللي هو اسمه اي بي ده، لو جينا نفتحه مثلا باش بالشكل ده اي بي دوت اس اتش تمام، هيبدا ان هو يجيب لي الليسته دي. فهمتوا احنا عملنا ايه؟ يعني احنا عملنا لسته مثلا بملفات تكست حطينا فيها دومينات كتيره جدا، رحنا عملنا سكريبت باش وظيفته ان هو يفتحها يعني يعمل لها بس امر كات. طيب بعد ما يعمل لها كات احنا كده استفدنا ايه؟ طب ما نفتحه مثلا بامر كات مباشر، ما احنا هنجيب بقى منها معلومات، المعلومات دي ممكن تكون اي حاجه انت عايزها، انا هحدد له مثلا الاي بي. طب هنعملها ازاي؟ هنعمل كلير بالشكل ده ونبدا ان احنا نشوف. هنبدا ان احنا نرجع اول حاجه للسكريبت اللي اسمه اي بي، هنبدا ان احنا نشتغل عليه بي النانو وهنبدا ان احنا نعدل فيه. طبعا احنا هنا خلاص قلنا له هتطبع لنا الدي ان اس، طبعا انا كنت بجرب بس مش اكتر. فانا دلوقتي عاوز بقى امسح الدي ان اس ده وعايز ان ابدا ان انا مثلا استخدم رساله معينه اللي هي الهوست. لو جينا مثلا انت لو خدتوا بالكم لما جيت هنا كنت عامل هوست تمام، الهوست ده المفروض ان انا ببدا بعد منه احط له رابط الموقع. طيب رابط الموقع اللي هو المفروض الدي ان اس، فانا هبدا ان انا اعمل ايه؟ هبدا ان انا اقول له هوست بالشكل ده تمام. هبدا ان انا اقول له بعد كده الدي ان اس، دي ان اس تمام. بعد كده هبدا ان انا اقول له هعمل حاجه ثانيه معاه، الحاجه الثانيه دي هتكون نظام جريب. الجريب ده هتبدا ان انت تقص لي، هنشوف كده هنقص ايه هنا. لو جينا مثلا نت دي اول حاجه عندنا سبيس هنا، السبيس الثاني، السبيس الثالث، السبيس الرابع. طبعا السبيس الرابع هيجيب لنا الكلمه اللي قبلها، هيقص لحد الكلمه اللي قبلها فهيجيب لي اللي هنا بس تمام. وتحديدا هحدد له من اول كلمه هاز ادرس. هنبدا ان احنا نعمل كنترول شيفت سي بحيث ان احنا ننسخ، وهنبدا ان احنا نرجع تاني كنترول شيفت في تمام. تمام فانت كده هتقص لنا لحد الكلمه دي. طيب بعد ما تقص لحد الكلمه دي ابدا بقى ان انت تروح لحاجه ثانيه اللي هي هتبدا ان انت تعمل لي كات، يعني هتحذف اي حاجه قبل منها اللي هي داش ديليمتر تمام. هتبدا بعد كده الديليمتر ده هيكون موجود في سبيس، يعني انا حددت له مسافه بس. طيب السبيس دي هتكون مثلا اخر أو يعني اول واحده او ثاني واحده، عندنا سبيس 2 3 والاربعه، الرابعه دي المفروض ان احنا نقصها ونجيب اللي قبلها. طيب فاحنا نبدا ان احنا نعمل داش اف تمام اللي هي الرابعه تمام. تمام طيب فاحنا كده خلصنا الفكره اللي هنا ان احنا نعمل نظام قصر الحاجات اللي قبلها كلها. بعد كده نبدا ان احنا نعمل ده كله تحت حاجه اسمها هوست. الهوست ده هيعمله لقائمه الدي ان اس اللي هي اصلا ملف تكست وهنفتحه من هنا. فاحنا عرفنا ازاي نعمل حته زي دي. تعالوا بس نجرب عشان لو في اي اخطاء نعالجها مع بعض. هنبدا ان احنا نعمل باش بالشكل ده بحيث ان احنا نفتح ونشوف. طبعا اول حاجه بدا ان هو يجيب لنا الاي بيهات بتاعه كل الليسته بتاعه الدي ان اس اللي انا حاططها دي. ممكن اغير شويه على حسب سرعه النت عندك بس هيجيب لك الاي بيهات بدون اي مشاكل. طبعا انا حطيت بعض المواقع العشوائيه بحيث ان انا اجرب لك بس مش اكتر. فده باختصار الفكره بتاعه جمع المعلومات بسكريبت انت اللي بتعمله بنفسك بالباش. طبعا الشرح لذيذ جدا وسهل جدا. لو في مشكله بتواجهك سيبها لي في كومنت تحت الفيديو. لو الشرح يعني انا بتكلم بسرعه شويه في وضع بطيء فعله واسمع الفيديو على مهلك، بس انا عشان عندي تصوير ثاني وعشان حاجات ثانيه كتيره جدا لازم اخلصها الشهر ده ان شاء الله فمستعجل شويه. فلو الفيديو سريع شويه اعمل وضع بطيء اسمعه على راحتك، بعد كده افهم. واي حاجه تواجهك اكتبها لي في كومنت تحت الفيديو. عندك اي استفسار اي مشكله بتواجهك برده سيبها لي في كومنت تحت الفيديو. لو انت لسه جديد اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك شعر باي فيديو جديد. ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان انت تستفيد وزمايلك يستفيدوا واحنا نستفاد. فده باختصار الفيديو بتاع النهارده، بتمنى يكون عجبكم وان شاء الله مكملين في الكورس. نشوفكم في حلقه جديده من قناه فايروس 7X. السلام عليكم.